الخميس 25 إبريل 2019 في عربون الليلة. ماريا نديم حصريا في كواليس مهرجان الكفطان في المغرب. هلو هلو، معكم ماريا نديم، واليوم انا هي سيليبرتي ريبورتر ديال الكفطان. ليه منتظر بين ايهاب توفيق ومصطفى قمر. هنبتدي نشتغل جديا في الاغنيه، هنعمل بروفات قويه جدا عليها ان شاء الله. عربود يكشف حصريا عن المجموعه الجديده للمصمم المغربي عبد الحنين رواح. اشتغلت على كونسيبت وكوليكسيون جديد اللي مرحبا بكم اليوم غتكتشفوه معايا. Every single day seeks to expand my capacity to love. نجوم حصلوا على جائزة بيلبوردز ايكون اوورد العالمية. السيناريست محمود حمدان احيانا بيسوق بسرعة في الزحمة. بكره السواقة في وسط البلد جدا، ما بحبش الزحمة خالص، بتضايق. اهلا بكم مره تانية. اكيد كلنا سعداء جدا بعوده ايهاب توفيق للساحه الفنيه مع اغنيه جديده والبوم جديد كمان، والخبر الحلو ان ايهاب توفيق بيجهز للديو مع مصطفى قمر واللي اكيد هيكون اكتر من مميز. قابلنا ايهاب توفيق حصريا واللي كشف عن تحضيراته الجديده، بس كان ليه تعليق على اغاني نمبر 1 محمد رمضان. عشمي في ربنا لون غنائي جديد جمع بين الفنان ايهاب توفيق والفنان احمد شيبة، وحققت نجاح قوي خلال الساعات الاولى من طرحها. اللي نزلت للأسواق النهاردة في موقع أنغامي أول واحد، الحمد لله عاملة نسبة استماع ومشاهدة عالية جدا. بتمنى يا رب في الأيام اللي جاية تحقق نجاحات أكبر وأكبر وتبقى على كل المواقع بعد كده إن شاء الله، واليوتيوب وكل التلفزيونات. دعونا كده بالتوفيق إن شاء الله، وربنا يوفقنا ويكون يوم جميل في ربنا إن شاء الله، وعشمنا فيكم إن شاء الله. فكرة الأغنية كانت مقترح جماهيري. الناس كلها كانت بتكلمنا في إن إحنا ليه ما تعملوش عمل غنائي مع بعض، وده تكرر كتير جدا، فقلنا يمكن وجهة نظر الناس دي تبقى وجهة نظر صحيحة ونفكر في الموضوع بجد. ولما فكرنا الحمد لله طلعنا العمل اللي عجب الناس، واتمنى ان شاء الله يعجبهم في الفترة اللي جاية أكتر وأكتر ان شاء الله. طول ما الدنيا حي وبعد نجاح تجربته في التسعينات مع حميد الشاعري ومصطفى قمر، قرر إعادة هذه التجربة مرة أخرى، واللي كلمنا عن تفاصيلها أكتر. هنبتدي نشتغل جديا في الأغنية، هنعمل بروفات قوية جدا عليها إن شاء الله، ونبتدي نسجلها في الأيام اللي جاية عشان ما بعد الفترة بتاعت رمضان والعيد إن شاء الله نكون بنحضرها للتصوير وتنزل إن شاء الله للجمهور. اعتذار إيهاب توفيق عن غناء تترات رمضان كان وراءه سبب قوي. حابب ان انا شايف ان الاغنية دي هتبقى في اتجاه معين وابتدت يعني ناس تحبها، فخليهم يركزوا فيها اكتر ما يتشتت السمع بتاعهم في كذا حاجة. وكلمنا إيهاب عن نيته في اعادة توزيع اغاني التسعينات بشكل مختلف. الاغاني دي مطلوبة جدا ان هي تعمل لها ريميكس. شوف بعد ما نخلص الفترة بتاعت الأغنية دي والدويتو أو التريو اللي جاي بإذن الله مع مصطفى وحميد، ربنا يسهل إن شاء الله نفكر في إعادة الأغاني القديمة دي شوية. وكان دي رأي مختلف وجريء في أغاني محمد رمضان. والله الناس هي اللي تحكم مش أنا بس. ما بقاش فيه خلاص الرقابة الصارمة اللي كانت موجودة زمان، إنه التلفزيون لا ده مش عاجبه فيتقفل عليه الموضوع، ما يبقاش موجود عشان هو مش على المستوى جيد. دلوقتي أي حد بيعمل أي حاجة في أي حتة في أي مكان في أي وقت، تبص لأي حاجات غريبة بتحصل وفي أوقات كتيرة بتنجح وتعلق مع الناس لمجرد إنها بتبقى حاجة غريبة.
هنروح دلوقتي عند زميلتنا سلمى الأزاز في نيوز روم. مساء الخير يا سلمى. مساء الخير خليل. في احتفالية خاصة تم تكريم وتنصيب ياسمين صبري كسفيرة للمرأة الأفريقية خلال المؤتمر العربي الأفريقي لتمكين المرأة ووسط حضور عدد من الشخصيات العامة. ياسمين كمان اللي بتتحضر لأول بطولتها التلفزيونية المطلقة كان ليها رد على الهجوم الكبير اللي طالها مؤخرا بسبب تفردها بأفيش مسلسل حكايتي. بحس ان الست مش المفروض تكون ايكوال. الست المفروض تاخد احترامها الكامل في شغلها وفي بيتها وفي الشارع. بهذه الكلمات لخصت ياسمين صبري رؤيتها لدور المرأة في المجتمع واللي بترى في التعليم الخطوة الأولى لمعرفة المرأة بحقوقها. التعليم هو اللي بيخلي الست تحس انها لها قيمة ومش بتتساهل مع مثلا العنف. دايما تحس انها لها حقوق ممكن تاخدها. I promise as an Egyptian African girl to always do my best in my career. خطوات أخرى بتتمنى ياسمين تحقيقها للمرأة العربية بوجه عام من خلال حملة أنتي الأهم. لو أقدر يعني أعمل أكتر بكتير من اللي أنا عملته مع حملة أنتي الأهم للمرأة أعمل، ومش بس المرأة المصرية، للاجئات السوريات اللي هم قضية كبيرة جدا دلوقتي. أنتي الأهم بنجاحك، أنتي الأهم بوجودك، أنتي الأهم بتأثيرك في كل حاجة حواليك. حالة من النشاط سواء الفني أو الشخصي بتعيشه ياسمين في الفترة الحالية واللي بتنتظر عرض مسلسلها الرمضاني حكايتي. حكايتي حاجة يعني كانت حتة من قلبي، وأتمنى أن أنا إحساسي يوصل، لأن أنا فعلاً حطيت فيه واستثمرت فيه بكل إحساسي، وإن شاء الله يوصل للمشاهد وإن شاء الله يعجب. كنتوا ياما بهدلتوني وبهدلتوني، هو انتوا ما كفاكوش ان ساب لكم كل حاجه وقعد في البيت كافي خير وشر؟ دم ابويا غالي يا ابن عم. وده كان ردها على انفرادها بالبوستر الدعائي للمسلسل. يعني ايه بتنفرد بيه؟ اي سؤال كلامه كبير صح. وللمره الاولى ايضا بتشارك فنانه عربيه في حمله دعائيه لشركه كارتييه العالميه. كارتييه براند انا بحبه جدا من قبل ما اكون وجه اعلامي ليه. شرف كبير جدا ليا، وشرف انه انا اكون اول مصريه عربيه تمضي حصري مع كارتييه. أما عالمياً فيبدو أن الأسبوع اللي فات ما كانش سعيد قوي على نجوم هوليوود، خاصة بعد انتشار أخبار انفصال العديد منهم زي أنا كامب وأدل. هلو. من أول وأبرز المشاهير الذين قاموا بإعلان خبر طلاقهم هذا الأسبوع أدال اللي أعلنت انفصالها عن زوجها سايمون كانيكي بعد قصة حب دامت لسنوات طويلة وزواج دام 3 سنوات أثمر عن ابنهما أنجلو أتكنز. وبالرغم من أن الخبر أعلن منذ أيام قليلة، إلا أن تصريح صحفية أعلنت أن الثنائي بيعيشان حياة الانفصال منذ فترة طويلة قبل وقوع الانفصال الرسمي. ومن المرجح أن تخسر أدال حوالي 180 مليون دولار أمريكي من ثروتها بسبب هذا الطلاق. ولحقت دي أدال ميشيل ويليامز التي انفصلت عن زوجها فيل ألفرام بعد شهور قليلة من الزواج، حيث تسرب خبر انفصالهم بعد ظهورهم في عدة مناسبات بدون ارتدائهم خواتم الزواج. وقد كشفت مصادر مقربة من الثنائي أنهما قررا أن يعودا أصدقاء مرة أخرى. أما خبر طلاق أنا كامب عن سكايلر أستون فوقع كالصاعقة على محبيهم، خاصة أنهم قضوا أكثر من عامين من الحب. وأرجعت أنا سبب انفصالهم إلى اختلافهما الدائم في الكثير من الآراء، مما أدى لوجود فجوة كبيرة بينهم، لذا قرروا خلع خواتم الزواج حفاظا على أنفسهم. وحتى الآن لم يصرح سكايلر أستون بأي تصريح حول قرار الانفصال. Oh, great.
في عربود الليلة. ماريا نديم سليبرتي ريبورتر بعربود. انا اليوم فرحانه بزاف 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 حيت عندي ثلاثه ديال الدراري وبنيتها. هاد ثلاثه الدراري كنحمق عليهم وكنموت عليهم ملي كنت صغيره. تفاصيل جديده عن مسلسل بيج ليتل لايز. ماذا قال مصمم الازياء المغربي عبد الحنين رواح عن اطلالات اسماء المنور؟ اسماء المنور اطلالاتها زوينه بزاف. من بعد كشف HBO عن الإعلان الدعائي الخاص بالجزء الثاني من مسلسل Big Little Lies، تشوق جميع محبين لمعرفة تفاصيله وموعد عرضه. عشاء المسلسل النسائي Big Little Lies رح يتجدد موعدهم معه بالتاسع من يونيو المقبل حسب ما تم تأكيده من قبل صناع العمل وتريلر المسلسل يلي طرح من أيام قليلة. رح يحتوي الجزء الثاني من المسلسل الحائز على جوائز الأمي والجولدن جلوب على 7 حلقات، رح تكون أحداثها مفاجئة للجميع، لذا تم فرض السرية التامة على الأحداث حسب تصريحات نيكول كيدمان أحد بطلات المسلسل والمنتجة التنفيذية لإله، يلي أكدت أنه هالجزء رح يكون مختلف تماماً عن الجزء السابق حيث رح يكون أكثر تشويقاً وإثارة، على الرغم من أنه مخرج الجزء الأول جان مارك فالي انسحب من إخراج الجزء الثاني مبرر موقفه بأنه بيشوف أنه الجزء الثاني رح يفسد نجاح الجزء الأول وأنه رح يكون ممل للغاية. ومن أكثر الأشياء يلي حمست جمهور بيج ليتل لايز للجزء الثاني هو أنه ألكساندر سكارسغارد يلي قام بشخصية زوج كيدمان خلال الجزء السابق وقتل بنهايته رح يظهر ضمن أحداث الجزء الجديد، وما اتضح لغاية هلأ أسباب ظهوره مرة أخرى بالمسلسل. وبالطبع الكل متشوقين لمشاهدة ميريل ستريب يلي انضمت إلى The Ladies of Monterey من بعد غياب 11 سنة عن الدراما، حيث رح تقدم بالمسلسل دور والدة باري زوج سيليستي رايت ويلي بتعود إلى مونتري من أجل البحث عن سبب وفاة ابنها. يذكر أنه نيكول كيدمان وريس ويذرسبون استغلوا نجاح الجزء الأول من المسلسل وقرروا زيادة أجورهم، حيث أصبحوا بيتقاضوا $1,000,000 بالحلقة الوحدة بدلا من أجورهم السابقة يلي تراوحت ما بين $250,000 إلى $350,000. من الزهور وجمال الطبيعة استوحى مصمم الأزياء المغربي عبد الحنين رواح مجموعته الجديدة واللي كشفها حصرياً من خلال عربود، واحنا قابلناه في المغرب طبعاً واللي قدم فيها شكل جديد من القفطان بطريقة عصرية وأنيقة وفي نفس الوقت كمان بتحافظ على فخامته وشياكته. وفي ختام حوارنا معاه اتكلم عن رأيه في إطلالات أسماء المنور وسلمى رشيد. اشتغلت على كونسبت وكوليكشن جديد اللي مرحبا بكم اليوم غتكتشفوه معي. منذ الإطلالة الأولى لي في برنامج Project Runway وقدر يلفت أنظار لجنة التحكيم بموهبته الكبيرة في التصميم، حتى إن أيقونة الفاشن اللي صعب عبر لي عن إعجابه بتصميماته. قصة التنورة كتير حلوة والموفمو حلوة والطول حلو والبنت حلوة وأمها حلوة وكل شيء بجمل. كانت لنا جولة استكشافية لكل قطعة من القفاطين اللي صممها عبد الحنين في الكوليكشن الجديد، فتميزوا جميعهم بالأناقة والألوان المبهجة والتصاميم السيمبل. هاد الكوليكشن أخذت تقريباً 4 أشهر وإحنا كنخدموا عليها بعد ما حطيت الكونسيبت ديالها، واختاريت بأنني نجيب شيء جديد اللي هو نعرض الكوليكشن بحال اكسبوزيسيون، لانني انا كنظن بان ماشي هادي ماشي غير خياطه ولكن سي دي زوفر دار فن بحال اللي غنشوفوا لوحه تشكيليه. ومن هذه التصاميم والالوان الربيعيه اطلق عبد الحنين هذا الاسم على الكولكشن. العنوان ديالها اكلوزيون اللي هو تفتح الزهره، وانا في الاول الكونسيبت كيفاش فكرت فيه
بحال لي الزهره راه غتفتح وشنو اللي غيطلع منه. دونك هذه هي الفكره الاوليه ديال لا كوليكسيون. هاد لا كوليكسيون الجديده خدمت بزاف على لي ديتاي ديال القصات ودرت بزاف الكتاف يكونوا مكشوفين. خدمنا بزاف على قصات ديال اليدين. كنمشي دائما من لا باز القفطان المغربي ولكن كنعطيه شكل جديد باش يبقى دائما هاد القفطان جان وصغير. وكان لعبد الحنين راي خاص في اطلالات الفنانه المغربيه اسماء المنور المعروفه بحبها الكبير للقفطان المغربي. اسماء المنور اطلالاتها زوينه بزاف لانه كل مره كتجينا بلون جديد بقصه جديده وانا كتعجبني بزاف في القفطان المغربي. إلى جانب رأيه في قفتين سلمى رشيد اللي بترتديها في مختلف المناسبات الرسمية. سلمى رشيد معظم إطلالاتها زوينين، كنظن بأنها كتعرف تختار الأشياء اللي كيجيو مع لا سيلويت ديالها. عجبوا الغرام وماشي حرام مع الإصدارات الفنية العالمية يلي بتتجدد أسبوعياً ومنلقي فيها الضوء على كل شيء جديد، حيث قام الرابر الأمريكي ليل ديكي بطرح أغنية سينجل بعنوان Earth قبل أيام من الاحتفال بـ Earth Day ويلي شارك فيها العديد من النجوم. أما ريتا أورا فطرحت كليب للساوند تراك الخاص بفيلم ديتكتيف بيكاتشو بعنوان كاري أون يلي تعاونت فيه مع دي جي كايغو. وطرح الرابر كوداك بلاك أغنية مصورة بعنوان Expeditiously يلي صورت خلال جولته الغنائية الحالية. كما قام كيرك فرانكلين بطرح أغنية مصورة بعنوان Just For Me من ألبومه Long Live Love ويلي رح يطرح قريباً. ايضا طرحت ليان وماك اغنية مصورة بعنوان هوليوود ويلي صدرت ضمن البوم التاسع The Lonely, The Lonesome and The Gone بعام 2017. I say let's get away. You just smile and say we should. اما عن الالبومات فاصدر فريق Cage the Elephant البوم الخامس بعنوان Social Cues ويلي بضم 13 اغنية. فاصل ماريا نديم تتألق في مهرجان الكفطان. سالينا دابا الدراري في ناير النورا دابا غتمشيو عند نعمان باللاياشي. ماريا كاري تحصل على ايكون اوورد. محمود حمداني يستحضر فيلم الديزل لمحمد رمضان. فيلم الديزل محمد رمضان عشان ده تأليفي فكانت فيه مطارده حلوه عملها كريم السبكي حلو قوي.
اختارت إدارة بيلبورد مارايا كاري لتسليمها The Icon Award، فيا ترى إيه هي معايير بيلبورد اللي بتختار بيها الفائزين بهذه الجائزة التقديرية؟ ومين هم المغنيين والمغنيات اللي حاصلوا على الجائزة السنوات الماضية؟ Here's a look at the singular story of the one and only Mariah Carey. بيرجع أهم الأسباب يلي بتختار فيها إدارة البيلبورد الفائزين بـ The Icon Award هو إنه يكون المغني أو المغنية المختار واحد ممن قدموا الكثير من الإسهامات إلى الفن والغناء، إلى جانب إنه يكونوا تصدروا بيلبورد شارتس عدة مرات وعلى مدار سنوات طويلة. لذا وقع اختيارهم هالسنة على مرايا كاري لأنها بتتواجد بجميع الشارتس من 1990 لغاية اليوم. حتى أنها تصدرت Hot 100 Charge ل 79 أسبوع على مدار مشوارها الفني، كما حصل 6 ألبومات من ألبوميتها على المركز الأول بالبيلبورد 200 ألبوم Chart، كما أن مرايا فازت من قبل على أكثر من 10 جوائز بيلبورد. فيما قامت مرايا بنشر بوست على حسابها بإنستغرام تشكر من خلاله بيلبورد على التكريم. ومن قبل مرايا حصل 7 شخصيات من أيقونات الغناء على هالجائزة التقديرية يلي وجدت من عام 2011، ففاز بالجائزة العام الماضي جانيت جاكسون، حيث أنها تعتبر أول مغنية امرأة تتصدر أغنيتها الهوت 100 شارت بتاريخ البيلبورد. Every single day seeks to expand my capacity to love. Thank you so much. وب 2017 فازت شير بالجائزة وكانت حافز لها لطرح ألبومها الأخير Dancing Queen من بعد غيابها عن إصدار ستوديو ألبومز لأكثر من 5 سنوات. ومن بعد التاريخ الناجح والحافل لسيلين ديون كان لازم أن تختار البيلبورد لتحصل على The Icon Award لعام 2016. وكذلك حصلت جيلو على جائزة عام 2014 من بعد نجاح جولتها الغنائية Dance Again، بالإضافة إلى النجاح الكبير يلي حققه فيلم باركر. Is Daniel Parmit your real name? Why wouldn't it be? Because you're less than 2 months old. ويبدو أن برينس كان بحاجة إلى الشعور بالتقدير على كل إسهاماته الموسيقية يلي لا تعد ولا تحصى، لذا كرم بالبيلبورد Icon Award عام 2013 قبل وفاته بحوالي 3 سنوات. بينما حصل ستيفي وندر على هالجائزة التقديرية عام 2012 وقام خلال الحفل وقتها بغناء هيز كلاسيك هيتس برفقة أليشيا كيز. وكذلك كان نيل دايموند أول من حصل على Icon Award عام 2011. يذكر أنه حفل بيلبورد ميوزيك أوردز لهالعام رح يقام بالأول من مايو ورح يقوم بتقديمه كالي كلاركسون، فيما رح تقوم مرايا كاري بغناء مدلة لأشهر أغنيتها خلال الحفل.
خلونا دلوقتي نروح للمغرب مع ماريا نديم نجمة الغناء المغربية، واللي تزوجت من فترة اللبناني كاظم شماس، وفاكرين طبعاً إزاي كان جوازهم أثار اهتمام كبير لما اتعمل في المغرب. وهي كانت كمان موجودة في مهرجان القفطان زي ما كلمنا عنه امبارح بلال عربي، وقامت بدور مراسلة لعربود. هلو هلو، معكم ماريا نديم، واليوم أنا هي سيليبرتي ريبورتر ديال كافطان. يلا معايا شوفوا شكون غادي نتلاقى. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير. واش نديرو شي طريخ من بدا؟ دونك انا اليوم فرحانه بزاف 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 حيت عندي ثلاثه ديال الدراري وبنيته. هاد ثلاثه الدراري كنحمق عليهم وكنموت عليهم ملي كنت صغيره، وفرحانه بزاف حيت هاد البنوته هادي اللي ما كناش عارفينها بلي هي مغربيه وجات وعطتنا الفرصه اننا نتعرفوا عليها، وداروا معها هاد الدراري الغزالين انجيو اللي زوين بزاف. فرحت لكم بزاف، موسيقى زوينه، وبغيت نعرف اليوم شنو موجودين، واش بغيتوا ديروا لينا؟ لكم ديل بار ان شاء الله، غنينا في الهند واليوم غادي نغنيوها في مراكش. معنا نورا فتحي، ذا فيموس نورا فتحي، غادي تنوضها ان شاء الله اليوم. ميك سوم نويز جايز. نورا، what can you say today for us? I'm very, very excited. Actually, excitement is not the word. I'm ecstatic. حتى أول مرة أنا I'm a part of something like this. You know, قفطان is a prestigious event. It's a prestigious platform. كل عام I watch كنتفرج قفطان with you know my friends or if I get the chance with my mom, and it's a beautiful opportunity to be able to perform as an artist. Yes, it's something else. Love me, love me, love me, baby. شو تقولين اليوم بالعربية نورا؟ اللي بغيتي. بغيت. She speak Moroccan by the way. She can speak Moroccan. نورا, we love you so much. دراري, شكرا بزاف لكم. راكم واعرين, الله يسهل عليكم. Love you. Love you guys. سالينا دابا من الدراري في نايرو نورا, دابا غادي نمشيو عند نعمل بالله ياشي. لو بوتي شمالي دو ليستوار. هيز هير, هيز هيز بلاين ويز هيز باتل. هلو. انت جمالي لحمي بالغالي, انت جمالي من غيرك حياتي ما تحلالي. صافا خويا, لاباس عليك؟ بخير. السلام عليكم, كيف الحال؟ ضخم. واش كتحس اليوم؟ شنو غتغني؟ شنو هو الفيلينغ ديالك اول مره غتكون في قفطان؟ انا فرحان بزاف حيت متواجد مع المع النجوم فناير, حاتم عمور, منال, وفرحان بزاف اول مشاركه ديالي في التظاهره ديال كافطون, وان شاء الله غادي نغني اغنيه مدامتي, وكنتمنى نقدم لهم واحد الشو اللي يليق بهم ونكونوا تحب. يس, شكرا بزاف. اليوم نعمل ها هي جاكيتا, لا فاميز جاكيتا اللي تخبل صحتك. ميرسي بوكو, الله يسهل عليك, شوفت بون كوراج يا نعمل. طول المدام تيراني موحشة, ودابا غادي ندخلو نطلعو على لوج ديال نوتخ سوبر ستار حاتم عمور, كنتمناو يستقبلنا. هلو. هذا خويا وعزيز عليا, وواحد السيد اللي كنت كندعمو من اول نهار بدا فيه, وفريمون شرفنا. بلا ما يبقى فيك الحال وتقولي ما عندي زهر, وتكرهي انت كاع رجال بسبب واحد فيهم اخضر. دونك بغيت نقول لك اخويا حاتم, جو سوي تري زوغوز حيت انا اليوم كندير معاك هاد الانترفيو. وثاني حاجه بغيت نقول لك, شنو موجودين اليوم؟ اغاني ديالك زويني كاملين, حدا غتغني لنا؟ وصراحه انا موجود اليوم الاغنيه اللي سميتها بلا عنوان. يكون تشوفوا حالي يبعدوا واش صرالي, واه علي هيك يا اللي الحمد لله لقات نجاح كبير يعني في ظرف وجيز, واختاروني باش ندير لوفيرتور ديال الكافطون, وانا فخور جدا انني غادي نفتتح الحفل وتلاقاو تشوفوا لا سواري ان شاء الله. شنو غتلبس حاتم؟ هذه هي اللبسه اليوم, دايرين تيست. هذه اليوم لا سواري قبل البلاصه.
فوالا بلاصه باش نعك عليك. شكرا شكرا شكرا. نديرو ام تي تيكستريم تاع شونسون سا ديرونج با. وانا اللي قلت حبيبي عمره ما ينساني وما ينساني وما ينساني ودار فيا اكثر من اللي داروا فيا عدياني وانتي حياني وامي حياني ودار فيا اكثر من اللي داروا فيا عدياني وانتي حياني وامي حياني. بعد الفاصل في عربود الليلة، عمرو دياب صديق محمود حمدان في السيارة. أنا بحب أسمع وأنا سايق عمرو دياب ومحمد منير. بنواصل تحدي رياكت النهارده مع سيناريست محمود حمدان اللي قبل تحدي صديقه الممثل عمرو ممدوح اللي اتحداه امبارح من خلال عربون. ومحمود عنده ذوق خاص في العربيات وطبعا بيكره السواقه في وسط البلد والزحمه، بس يا ترى هيكون شكل التحدي ازاي مع محمود حمدان؟ انا قبلت التحدي بتاعك يا عمرو ممدوح، وادي الركنة بتاعتك. اول ما انا سمعت ان عمرو ممدوح بيتحداني في الركنة فانا استغربت، لان عمرو عارف ان انا في الركنة ماليش حل. أقصى سرعة سقت بيها كانت 180. عملت حوادث كتير ما شاء الله، يعني كلهم ببقى أنا الغلطان بصراحة. أول ما بدأت أسوق لطشت مفتاح والدي، دورت العربية ومشيت لقيت عربية نقل في وشي، طن رحت لابس. العربية اتدمرت بصراحة. بحب الفور باي فور، أنا بحب العربيات العالية عموما، مش بحب العربيات القريبة للأرض. بحب العربيات السودة جدا وبحب اللون النبيتي. بكره السواقة في وسط البلد جدا، ما بحبش الزحمة خالص، بتضايق. أنا بحب أسمع وأنا سايق عمرو دياب ومحمد منير ومحي، دول الثلاثة المفضلين بالنسبة لي. أنا بلتزم بقواعد المرور أحياناً، وأحياناً بقلب سواق ميكروباص. أنا سواقة الستات بصراحة في مصر مدهشة جداً، أنا بندهش. النصيحة ان انت ما تقربش لاي عربية وانت ماشي، خليك خد مسافة كده، لان لو انت قريب وهو وقف فجأة او حاجة انت هتلبس. فيلم الديزل محمد رمضان عشان ده تأليفي، فكانت فيه مطاردة حلوة عملها كريم السبكي، حلوة قوي. يا رب تكون ركنتي عجبتكم، وانا عارف ان انا ركنت اجمد من عمرو ممدوح طبعا.
سواء الفول. بدأت مي عز الدين إسبوعها بنشر 2 بوسترز رسميين لشخصية بيسا اللي هتقدمها ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني القادم البرنسيسة بيسا، وكان واضح من الكابشنز إنها متحمسة ومتعايشة بشكل كبير مع الشخصية. من ثم قامت بنشر أول تيزر للمسلسل ورفقته ببوستر بيضم الشخصيتين سكسكا وبيسا اللي هتظهر بيهم في العمل. ومن بعدها بأيام قليلة قامت مي بنشر صورة ليها وهي رفع أصابعها الملونة بالحبر الخاص باستفتاء التعديلات الدستورية المصرية، وعلقت عليها المشاركة مسؤولية قول رأيك. وقامت مي بالاحتفال بوصول عدد متابعيها لسبعة مليون متابع وعلقت جمهوري هو التاج اللي على رأسي، لذلك لقبت بالبرنسيسة، بشكركم على حبكم ومساندتكم لي دائما. بينما قامت بالمباركة لأمير المصري على مشاركته بالفيلم الأمريكي السعودي The Arabian Warrior، ونشرت بوستر الفيلم وعلقت عليه فخورة ببطل مسلسلي وصديقي النجم الشاب أمير المصري، بجد شرفتنا ورافع رأسنا، يا رب أشوفك أنجح وأنجح يا رب وهتنور رمضان السنة دي بإذن الله. استنوا معانا يوم الأحد الجزء الأول من نجم الأسبوع مع الفنان اللبناني سليم عساف. يا بيه كان سيء هذا النهار علي جدا، بك شو عامل فيه؟ بتطلع على الاشياء اللي بايجابيه فدايما بلاقي ايام سعاده، قدام عيونك عم حس الدنيا عم تضرب فيه، في اغاني بحسهم عم بسمع لحن حلو مش عم بفهم الكلام، بحب اشوف اللي بيرجعني للتوازن اللي انا بحاجه له. لا 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 لا. حلقة عرب ود الليلة وكان فيها ماريا نديم حصريا في كواليس مهرجان الكفطان في المغرب. هلو هلو، معكم ماريا نديم واليوم انا هي سيليبرتي ريبورتر ديال الكفطان. ليه منتظر بين ايهاب توفيق ومصطفى قمر. هنبتدي نشتغل جديا في الاغنية، هنعمل بروفات قوية جدا عليها ان شاء الله. عرب ود يكشف حصريا عن المجموعة الجديدة للمصمم المغربي عبد الحنين رواح. اشتغلت على كونسيبت وكوليكسيون جديد اللي مرحبا بكم اليوم غتكتشفوه معايا. Every single day seeks to expand my capacity to love. نجوم حصلوا على جائزة بيلبوردز ايكون اوورد العالمية. السيناريست محمود حمدان احيانا بيسوق بسرعة في الزحمة. بكره السواقة في وسط البلد جدا، ما بحبش الزحمة خالص، بتضايق. وبكده تكون خلصت اخبار واحداث حلقة النهاردة. استنونا بكرة وحلقة جديدة من عرب ود، وشكرا لمتابعتكم. We'll be right back.